من جانبها أكدت الدكتورة زينب حبيب القلاف طبيب عائلة مقيم بمجمع السلمانية الطبي خلال اتصال مرئي ضمن برنامج بكم نعود، أكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب المخالطة خصوصا في حال ثبوت إصابة الأشخاص بفيروس كورونا لتفادي حجم التداعيات الخطرة للإصابة. موظفة تعمل في أحد الشركات الخاصة، وتم تأكيد إصابة أحد زملائها في العمل بفيروس كورونا، وهي كانت من أحد المخالطين، بس هي طلبت من هذا الشخص المصاب عدم ذكر اسمها حق الجهات المختصة بالصحة العامة. قالت إن هي لا تعاني من أي أعراض مال الفيروس، وهي بصحة جيدة، عندها الكثير من الارتباطات، فما كان ودها إن هي تنحجر. وفعلاً هو ما ذكر اسمها، وظلت تروح وتجي وتروح بيتهم، وللأسف بعد فترة أصيبت والدة هذه الموظفة بارتفاع شديد في درجة الحرارة، تكسر في الجسم، وصعوبة في التنفس، نقلت لأحد المراكز الصحية التابعة حق كورونا، تم تأكيد إصابتها بالفيروس، وللأسف كانت والدتها من أصحاب الأمراض المزمنة الكاملة، للأسف توفت. خبرتني عن هذه القصة أخت هذه الموظفة لما كانت ترقد في المستشفى البحريني الدولي وتتعرض للعناية هناك، كانت خبرتني بمدى تألم الموظفة وإحساسها بالذنب.